أنا الدكتور حازم أديب العفير ماجستير الأمراض الجلدية والتناسلية عضو أكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل من معظم الحالات بتجيني حالات تجميلية بوتوكس فيلر بي آر بي ممكن شد خيوط هلأ أنا كمان شوي بعمل الدمبلز الغمازات ممكن جراحات جلدية بسيطة اندر لوكال انستيجيا وان شاء الله المشروع الاساسي اللي جيت اعمله هون هو زرع الشعر بس بعدنا ما بدينا فيه لانه ناطرين المشين مميزة من فرنسا نجيبها هون بعمان معظم الحالات عم بيعانوا من شيء اسمه أكني سكارز اللي هو بالعربي يعني ندبات حب الشباب اللي بتكون عبارة عن حفر موجودة بالوجه طبعا هذا بسبب انه لما كان يطلع الحب وكلياتنا بنتعرض ليطلع في حب شباب فكان العلاج ما يكون صحيح وبالتالي كانت الحبة تترك حفرة او تترك تصبغ هلا لما بتترك حفره بيجي الشاب عاد او الصبيه وغالبيتهم صبايا بعد بهالعمر يعني بعد ال 25 بعد 30 سنه بيشكوا انه في عندهم حفر بوشهم هاي اللي عم لاحظها بشكل كتير كبير وفرق عن غير مكان يعني هون نسبتها عاليه جدا بالنسبة لعلاجاتها الحمد لله نحن هون بالعيادة اه... عنا كل العلاجات اللي انا بعددهم تقريبا شي علاجات، من الشغلات البسيطة اللي مبدأ تب... تبدأ بكريمات لما بتكون الآفات جديدة والندبات جديدة كريمات تحوي على السيليكون لنشيل اه... نطلع للسكين نيدلينج للكروس اه... للسبسيشن ممكن نعمل بلازما بي آر بي، في عنا الليزر، في عنا التقشير بأنواعه او هلا عم نعمل شيء اسمه ميزو ثريدز يعني الحمد لله دائما مواكبين التطور بالقصص هاي وعم نحاول نامن كل العلاجات للمرضى مشان ما نكون كعيادي لانه عندنا ليزر عم نخلي المرضى يكونوا كلهم يروحوا باتجاه الليزر خاصه بالجو هذا يعني انا بدي انبه هون لموضوع الليزر بهذا الجو ننتبه من شيء اسمه بي اي اتش بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن ممكن يصير لاي حدا عامل ليزر وما انتبه للشمس وكذا فلما بيكون عندك كل الخيارات بيكون انت اختيارك كطبيب صح بتشوف الحالي بتشوف شو نوع الأكني سكارز اللي عندها وبالتالي بتروح للانسب لانه عندك كل الخيارات مو بتروح للي موجوده عندك تميز عيادتنا بشيء اسمه الناتشورال لوك يعني كتير البنات بيجوا بيطلبوا لانه نحن بشوي مجتمع بضل المجتمع محافظ انه اذا بدها تعمل بوتوكس او فيلر او تجميل انف او كذا بدها شيء يكون اقرب للطبيعي ما يكون كثير شيء اوفر أه بصراحة بحس هون أكثر شيء عم بيجوني لأنه أنا بعمل مثلا الشفايف بطريقة أنه يعني باستثناء المقربين جدا ما حدا بيعرف وبالتالي عم بحبوا هاي القصة أه الحمد لله ما بدي اقول يعني يمكن كل طبيب يقول هيك المصداقيه مع انه لما تشرح للمريض كل الكومبليكيشن اللي ممكن تصير كل شيء سايد افكت ثقف المريض انت اذا المريض حك حكيت وانا هون مثلا بعمل بي ار بي وانا الرساله الماستر تبعي كانت عن البي ار بي فبحب اشرح لكل لك حدا عم بيعمل بي ار بي شو هي البي ار بي وبالتالي انا بحس مرضاي بيطلعوا من هون ان هوني اكسبرت بموضوع البي ار بيعرفوا كيف الدم عم بينفصل وكيف عم بيطلع عدد الصفيحات اللازم وكيف النتائج فالحمد لله يعني بيحسوا انه في اريحيه بالتعامل وفي مصداقيه بشهور بالنسبه للفيلر هو عباره عن هيرونيك اسيد بشكل اساسي، هيرونيك اسيد هي ماده من مكونات الجلد الطبيعيه ممتصه فهي بتروح بعد فترة ومشان هيك ما عاد في أي كومبليكيشن إلها بس مثل ما تفضلت حضرتك موضوع الحجم والشكل هذا اللي ممكن يزعج المرضى أنا بالنسبة لي إلي, إلي طريقتي الخاصة بإني أنا يكون في ديسكشن بيني وبين البيشنت قبل ما نبدأ أعرف قدي بدأ الشكل والحجم ممكن حتى أشرح له خطوة بخطوة شو عم بعمل وبالتالي بيطلع الحجم والشكل مثل ما بدأ بالنسبة لتحت العين وهي كتير شغلة مهمة في مبدأ بالتحت العين الفيلر أندر آي هو أنه less بيتر than more يعني غلط أنك تحقن كثير لا معلش تحقن وما تعطي النتيجة البيرفكت تكون أقل بس ما تحقن كثير وتخلي المريضة تروح تضلها سنة تعاني من أنه في عندها انتفاخ تحت العين تمام فهي بصراحه لها علاقه بالخبره اللي له اشتغل كثير بهالموضوع واكيد صار معه كومبليكيشنز او او شايف كومبليكيشنز من, من غيره فبيصير بيعرف شو يتصرف والدسكشن مع البيشن خليه يكون هو مرتاح لانه ليك نحن عم نعمل اخر شيء تجميل اذا الشخص ما طلع من العياده هو هو رضيان ومبسوط فمهما كانت النتيجه ما راح تكون بالنسبه لك تعمل لك فيدباك يعني كثير منيح